سفيان العلودي، مرحبا بك معنا في مراكش الرياضية. بغينا نسولك على اللقاء المرتقب اللي سمعنا أنه بين العين الإماراتي ومانشستر سيتي في الإمارات بمناسبة ديال تدشين الملعب الكبير ديالهم. تحدثنا على المباراة والدعوة اللي تلقيتي بهذه المناسبة. شوف، هي كانت اتصلت لمدة أسبوع، كانوا اتصلوا بي فريق العين الإماراتي عن طريق وكيل العمل ديالي، فوجهوا لي الدعوه باش نلتحق بالفريق. لان كاين واحد المقابله كما قلتي مع مانشستر سيتي، هي غيفتتحوا بها الملعب الجديد ديالهم اللي هو ملعب هزاع بن زايد. فهذا شرف كبير ليا وشرف للفريق المراكشي، لان من بعد ما تلقيت الدعوه فانا طالبتهم انهم يرسلوا وثيقه تكون رسميه للفريق المراكشي، بحال ما هكا غادي يكون كل شيء قانوني. فكنظن بلي راهم توصلوا وعطوني الضوء الاخضر، رحبوا بالفكره، لان كما كان الحال فهذاك الفريق قضيت فيه مجموعه من السنوات، قضيت فيه مجموعه من الاشياء الزوينه، فما يمكنش ننسى الخير ديالهم، كيف ما يمكنش ننسى الخير ديال الفريق المراكشي. اكيد ان المقابله غادي تكون واحد فرصه ليا اني نعطي، اكيد اني نشوف الاصدقاء، نشوف اصدقاء الامس، نشوف الزملاء ديالي. غادي نحاول ان شاء الله باش نعطي واحد صوره جميله للكره القدم المغربيه وبالاخص للفريق كوكب مراكشي، لاني غنكون مسافر سفير لهم. غنحاول ان شاء الله نعطي واحد الهديه للفريق العين الاماراتي، لما لا تكون شي شراكه ان شاء الله، نكون باب ديال كما تنقولوا. نتمنى من الله ان تكون اتفاقيه بين الفريقين اللي يستافدوا منها، الفريق المراكشي للفريق الاماراتي. دابا نقولوا العلودي هو السفير ديال الكوكب المراكشي في هذه المباراه، فان شاء الله، لان شرف كبير لي اني نكون داخل ارض ملعب احد المعلقين اللي غيكونوا في المقابله يقولوا بلي راه فريق لاعب فريق الكوكب المراكشي. فهذا شرف كبير لي اني نمثل الفريق هذا في هذه المقابله ان شاء الله. سفيان، غادي نرجعوا شويه. بالامس سمعنا انه خبر كان واحد بادره جميله قاموا بها بعض اعضاء ديال الترا كريزي بويز، انه جا وحمسوا اللاعب سفيان العلودي باش انه ينسى ما بدر من بعض الاشخاص اللي قاموا بكلام نبيل في حقك. فاش اش ممكن تقول لنا على هذه البادره اللي قاموا بها الكريزي بويز بالامس؟ شوف، هذه بادرة طيبة، هذه بادرة فوق راسي، فما يمكنش ننساها. المجموعة ديال كريزي بوز للساكنة ديال مراكش، لأن من بعد الحادثة فالهاتف ديالي ما سكتش كما تنقول مدة 3 أيام. فدخلت كيف سالت المقابلة، وقع اللي وقع أني دخلت غرفة الملابس فأنا نسيت الموضوع. اللي كان هو أن ماشي مجموعة من الأشخاص بكثر ما كان، غير هو شخص واحد، لان اللي تا الغضب ديالي انه ماشي وجه لي واحد الكلام نابي، ولكن وجه الاصدقاء ديالي، فما يمكنش نصبر. اي واحد غادي يعير الاصدقاء ديالي فما يمكنش غادي يصبر ليه، كما بغى يكون النوع ديالو، كما بغى يكون القيمه ديالو، كما بغى تكون المستوى ديالو، فما يمكنش نسكت ليه. اكيد ان هذا الشخص هذا اللي زاد اجج الغضب ديالي، فهو من بعد هاد المقابله ما سالات، فهما كانوا دار الاطفال، كنظن بلي راه كانت مجموعه ديال دار الاطفال اللي بدا بهاد بالسب والشتم، فهو كان احد المؤطرين ديال دار الاطفال. فلو كان كيسب غير هو بوحدو فغادي نتقبلها بشيء عادي، لان الجمهور غادي يسب عادي. فهو عطى واحد المثال، لان اللي خلى هذوك الاطفال كاملين، لان اللي تر الغضب ديالي ان الاطفال كاملين بداو كيسبوا بنفس الطريقه اللي تيسب بها هذاك المؤطر. فانت الناس عرضوا عليك باش تجي كما تنقولوا بلغه الزنقه، انت الناس عرضوا عليك باش تجي تفرجي، بديتي كتعاير في اللاعبين، فهذا عصبني. فما يمكنش، سوا هو سوا غيره، اي واحد غادي يعاير الاصدقاء ديالو ولا غير الزملاء ديالو ولا غيعيرني، فغادي غادي تكون رده الفعل ديالي بحال ما كوكو اكثر. لان هاد اللاعبين هادو 27 دوره كما تنقولوا هما تيتقاتلوا، ضحوا بمجموعه من الاشياء، ضحوا بوقتهم، ضحوا بصحتهم، لان خلاو الفريق انه يحتل هاد المرتبه هذه. فكنظن ان ما مسموحش لاي واحد انه يجي ويسب هاد اللاعبين بكثر ما خصو يشكرهم. هذا هو اللي تا الغضب ديالي. كما كان الحال فانا من النهار الاول ملي وقعت هذيك، انا قلت اكيد ان هذا راه ماشي من جمهور مراكش، واكيد ان هذا ماشي من كريزي بويز، لان هاد الناس هادو عارفين المتاعب اللي مر منها الفريق، عارفين التضحيات اللي داروها الفريق، كما هما تاهما ضحاو اكثر منا كما تنقولوا، لانهم كيديبلاصاو من الجيوب ديالهم، كيضحيو بقرايتهم بالاعمال ديالهم.
فاحنا حاولنا اننا نضرب واحد الصوره اللي ترضيهم. كما قلت لك انا راه نسيت الموضوع ملي سال، لاني عرفت هذا غير مستطفل على الفريق. شكرا سفيان. شكرا.